مهج. هذا التمرين خطا لان راح شو يصير؟ يصير التكرار اقل وعدد اللاعبين اكثر، فراح يقل التكرار والفائده. هذا التمرين ما راح يطور اللاعبين، مو شكل التمرين، لا العدد اللي بيه الموجود اللاعبين، لان راح يصير التكرار اقل، عدد اللاعبين يصير اكثر، فبالتالي ما راح يستفاد منه شيء اللاعب. قروا على العدد. قد اللاعب راح ينتظر، قد اللاعب راح ياخذ وقت، شوفه راح يسولف ويبقى يسوي حركات، يلا يجي السرعة. فرجاء اخواني واصدقائي وعزائي المدربين، لا تشتغلون هاي التمارين وهاي الاعداد، عندك معدات وعندك كرات اشتغل به. شوف ضاع اللاعبين، شوف راح يشاقه ويضحك ويسولف، ما راح يركز على التمرين. ليش؟ لان راح ينتظر ويلزم سرعة. فلذلك يصير بأخطاء واللاعب ما راح يطور ويراد له فترة، بينما التمارين اللي أقل عدد اللاعب ما راح يركز على السوالف، راح يركز على اليمين، راح يركز على التمرين وعلى حركة التمرين. الصح هيك المرن بعدد أقل وتكرار أكثر. شاهد التمرين. شكل التمرين وعدد اللاعبين هو هذا التمرين الصح. ليش؟ لأن كل ما يقل عدد اللاعبين كل ما يزيد فائدة التمرين، كل ما اللاعب يكرر أكثر راح يتطور بسرعة، فيستفاد من التمرين، راح يقل عندك أنت كمدرب، يقل عندك الوقت وتستفاد من الوقت، بدل ما أنا أخلي عدده هواية وراح ياخذ من عندي وقت واللاعب ما راح يستفاد من التمرين. ليش؟ لأن راح التكرار يصير قليل، بينما هاي التمارين بأقل عدد اللاعب راح يتطور وراح يستفاد من التمرين وراح يركز على التمرين وراح ينتظر السرعة مالته، ما راح يظل يسولف، راح وين يركز باوع؟ ينتظر اللاعب راح يسلمه. شوف ماكو لاعب يشاقة او لاعب يضحك او لاعب يسولف. ليش؟ لان راح التمرين يجي بسرعة، اللاعب راح يطيل عباس. فلذلك الاعداد الهواية تخلي اللاعب يسولف وتخليه ما يستفاد من التمرين. اتمنى ان استفادتوا من الملاحظات والمعلومات، وان شاء الله راح ننزل بعد ملاحظات ومعلومات تستفادوا منها. تحياتي المدرب علي كاظم محسن.